طيب في النهايه عمر العمليه دي قد ايه؟ اذا ما اكلتش اكل الرفيعين هتخن بعد 4 لـ8 سنوات، هرجع تاني. يعني حتى تكميم المعده دي ساعات يا دكتور بيبقى فيها قص الجزء من المعده، مش كده؟ بعد 8 سنوات ده العمر الافتراضي لكفاءه الجراحه. هرجع ازيد في الوزن تاني والمعده بترجع بغض تاخد النظر شكلها الطبيعي المعده تاني. مش هترجع ولا حاجه، بس انا هرجع اكل وهتحايل. فانا لازم طول الوقت اكل اكل الرفيعين، اكل عدد محدد من السعرات الحراريه. ما ينفعش يعني ما هو انا اذا ما غيرتش طباعي هرجع تاني. العمليه دي هتبقى انقاذ لمرحله. لكن معلش لو بقى عنده يعني كومبلكس في الموضوع، الدنيا كلها مكعبله معاه، عنده اوبيزيتي يعني اوفر ويت، تخين جدا، وعنده بيعاني يعني من السمنه، وعنده قرحه معده، ممكن يكون عنده مشكله في القولون كمان، يعني في عنده كده ميكس وقلب كبير. لو عنده قلب وضغط وسكر هما دول الحاجات القاتله، وعنده فرصه لحدوث مشاكل لها علاقه بالاوعيه والشرايين، سكته دماغيه وجلطات وخلافه، هو ده اللي هيعمل الجراحه. لكن دول اكتر ناس انديكيتد، لانها هتحل له مشكله السكر اون ذا سبوت، هتحل له الضغط اون ذا سبوت. فهي علاج، احنا مش ضدها، لكن احنا نفسنا الناس يبقى عندها عزيمه، لان لو من الاول انت ما عندكش عزيمه انت هترجع تاني. ما هو اللي عنده بقى ارتجاع مريء يا دكتور، او اللي عنده مثلا قرحه او كده، ما اعتقدش ما ان هو العمليات يعرف دي ياكل هتزود مثلا له ايه القصه. اللي هو الاكل بتاع الدايت اللي هي البيضه والمش عارف امال كوبايه هياكل الزبادي ايه؟ بتاعت دي بالليل. رايك ايه يعني؟ ما هو حضرتك قلت ان الفات القرحه والحاجات دي والفات وكده المفروض ان هو ما ياكلش البان وكده، صح؟ طب وهل اللبن هيحسن له المعده؟ لا بس هو المفروض بيعمل دايت، نظام الدايت بقى نظام يعني في الدايت هياكل اكل سعرات انظمه حراريه. الدايت احنا هل عندنا ممكن انواع من تختلف الدايت مع كتير، احنا عندنا في كيتو دايت. كيتو دايت على فكره تمام ما هوش صحي ابدا، لكن هو والاتكنز يستخدموا للناس اللي عندهم صرع ولا يستجيب للعلاجات. الكيتو لما ظهر في الطب يستخدم للصرع، لواحد لا يستجيب لاكثر من دوايين، فبيضاف اليه كيتو دايت بيقلل فرصه حدوث نوبات الصرع. اكتشفنا ان هو معاه نقدر نخس، ده شيء عظيم، لكن له بعض الاثار اللي هي بالرغم ان احنا خسينا لكن له بعض الاثار الجانبيه اللي هي بتاعت زياده الكيتون بوديز والخلل. وبعدين لو غيرنا النمط وما حافظناش على السعرات الحراريه، الكيلو جرام اللي نزلناه هيرجع 1.25، هيرجع كيلو وربع. ونفس الكلام ده الاتكنز دايت، النسب الفرق بينهم في نسبه الكربوهيدرات، وان هنا مفيش كربوهيدرات، هنا كربوهيدرات خفيف مع دهون محدده مع بروتين عالي جدا. عندنا الميديترينيان دايت، وعندنا حاجه اسمها الاف اي دي دايتس، عندنا مجموعه من الدايتس اللي هو الاف دي دي دايتس دي الكيماوي والكالوري دايت. فاحنا بنشجع وعندنا دايت لمرضى اسمه الداش دايت للي عنده ضغط. يعني عندنا علاجات او انواع من الانماط الغذائيه لكل مرض، زي بتوع النقرس، زي بتوع الضغط اللي احنا سميناه داش دايت، زي بتوع السمنه، بس الناس مركزه بس مع بتوع السمنه. احنا افضل حاجه الطب بيحاول ينتهجها لكل الناس الاكل المرتبط بالسعرات الحراريه. عايزين نقول ان احنا متوسطنا مش عايزين نعدي 1500 سعر حراري في اليوم. بيضه مسلوقه 80 سعر حراري، بياض بيضه 20 سعر حراري، بيضه مقليه 250 سعر حراري. ازازه بيبسي او ازازه مياه غازيه 250 ل 300 سعر حراري، رغيف عيش حوالي 300 سعر حراري، شويه مكسرات حزمة يد 300 سعر حراري، كبشة كده في الإيدين، كيلو من الخضار المسلوق أو الخس والجرجير والشبت والبقدونس، كيلو كامل 250 سعر حراري. كيلو كامل ده كتير جدا، مستحيل حد يقدر. فاحنا لو قدرنا ما نتخطاش 1200 سعر حراري 1500 سعر حراري هنخس في الوزن. الكيلو جرام الواحد فيه كام سعر حراري؟ 7550 سعر حراري. انا عشان اخس محتاج انزل، طب انا في يومين خسيت لما ابتديت الدايت، لان انت فقدت الحاجات اللي في البطن والميه والحاجات فانت اتبسطت. طب ليه لما خسيت اول مره خسيت، وبعدين تاني مره لما جيت وبعدين تخنت تاني، ولما جيت اخس المره اللي بعدها ما بنزلش نفس زي النزول المره الاولانيه؟ فابتدينا نقول الكتله الحرق بتاعه قل. هي الكلمه النسبيه مظبوطه، هو انا اول ما خسيت اول مره انا فقدت دهن وعضل. الاول دي اول مره فقدت دهن عشان وعضل، كده دي افضل مره انا بخس فيها واسرع مره. تاني مره
انا عايز افقد دهن، وانا العضل اللي كسرته ما رجعتوش تاني، كتلة الحرق بتاعتي قلت. ده في حالة طبعا هو بينزل وما بيروحش جيم او كده، بينزل في الوزن لكن لكن ما لو انا بيعملش بعمل رياضة. رياضة عضلية انا بحافظ على الكتلة بتاعت الحرق العام بتاع الجسد. الحرق ده كتلة عضل، الحرق ده بينزل بعد سن 28 سنة لوحدنا، بيبدأ يقل بنفضل في تقريبا. المرحلة دي لغاية سن 55 سنة. احنا لا يمكن نكون عضلات زيادة أو فايبرز زيادة للعضلة، احنا ممكن نزود سمك العضلة بس مش هنزود لها الحرق بعد 55 سنة. فأفضل مرحلة نحافظ بيها على الكتلة العضلية ونعمل فيها عضل تحت سن ال 55. جميل، وده شيء جميل جدا، بيدي لناس كتير قوي ان في عندنا وقت الحمد لله ونقدر ديفنتلي ننزل نعمل رياضة سواء لو بسيطة او حتى في الجيم. يا دكتور صح؟ عضلية. اه طبعا، او المشي طبعا ابسط حاجة، المشي ده حاجة لطيفة للقلب، لكن لو قدرنا نعمل حاجات فيها يعني حاجة بسيطة، مش لازم اروح اشيل يعني مش هنشيل حديد كبير بالظبط، يعني يعني اكيد حاجات اللي هي اوزان. اجينست ريزيستنس، حاجات ضد مقاومة بسيطة جدا، ده لازم يبقى نمط الحياة بشكل عام، يعني تمام. ده لازم يبقى جزء من حياتنا كل يوم. انا بروح شغلي، انا بمارس هذا الكلام، باكل اكل صحي، بحسن المزاج العام. طبعا. طيب احنا معانا استاذ ملاك على التليفون برضو عنده سؤال لحضرتك يا دكتور محمد. ده الو، شرف لينا يا الو، ملاك. مساء الخير يا استاذه. مساء النور يا استاذ ملاك، اتفضل. كان ده دكتور، ازاي حضرتك يا يا دكتور؟ اهلا يا ملاك، اهلا بيك يا ملاك. بص حضرتك يا دكتور، انا عمري 67 سنه، ربنا يدي حضرتك الصحه. بطني تعيش، بطني فظيعه جدا جدا جدا، مش قادر اخد نفسي منها، اجنابي ببطني كل زي كرش كبير جدا فوق. عملت جراحات قبل كده يا ملاك؟ نعم، انا عامل جراحات كتير، ايه هي؟ انا عامل قلب مفتوح وعامل عظمه التوازن بتاعت ودني وعامل غضروف 3 مرات وشايل مفصل ركبتي الاثنين. انا استويت يا دكتور، انا مالي عامل عمليات. الف الف سلام عليك يا رب. الف سلام عليك يا حبيبي، ربنا يخليك يا دكتور. بس انا اللي تعبني بطني، الكرش ده مش كرش بقى، ده في بيجي لي وجع بيتنقل من كل حته في بطني. طيب عملت منظار قولون يا ملاك؟ ما عملتش. لا يا دكتور، لا هو لازم، اساسا ما دام عنده السن فوق ال50 لازم نعمل منظار قولون يا ملاك، ده رقم واحد. لازم تعمل منظار قولون يا حبيبي قبل ما اكلمك بقى في عادات وقوام التبرز وخلافه. اي حد عدى سن ال50 بيشتكي من معدته او ما بيشتكيش حتى، المفروض لا، ما جزء من المعدة انا الفحص كنت بعمل الدوري. زمان، كنت بعمل زمان، بعمل منظار معدة زمان كتير. ربنا يحميك حبيبي. شكرا يا استاذ ملاك، بشكرك جدا. كمان معانا عصام، الف الف سلامه طبعا يا استاذ ملاك. معانا عصام، الو يا عصام. الو 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 يا عصام، اهلا بيك، اتفضل. انا سيادتك دلوقتي عايز اتكلم مع الدكتور، بس احكي له على، اتفضل سؤالك على طول، الدكتور سامعك. طيب انا معدتي دلوقتي تعباني، عملت اشعه رنين، قالوا لي ما عندكش حاجه، بس انا حاسس ان المعده تعباني، القولون من تحت بقدني بيسمع فم المعده، فم المعده لما بعمل اي مجهود حتى لو مشيت شويه بتكلبش كده، ما بقدرش اخد نفسي. طب كشفت قلبي؟ كشفت قلبي حبيبي؟ نعم. كشفت قلب؟ لا ما كشفتش قلب. طب ما نكشف قلب، لان ده قد يكون علامة لأمراض قلب لو انت مدخن. مدخن يا عصام؟ مدخن. ده تمام. قد يكون علامة لأمراض قلب رقم واحد. فقبل ما نتكلم في القولون وانت عامل أشعة، فما دام الأشعة بتقول انك سليم وقولونك سليم ومفيش اي مشكله ليها علاقه بالقولون، لازم الاول نطمن على القلب. ولو سنك فوق 50 سنه نعمل منظار قولون. شكرا يا عصام جدا، وطبعا الف الف سلامه على كل اللي كلمونا وكل اللي بيعانوا من مشاكل.